من الحضريتان بتجورت شاحنتين محملتين بكميات معتبرة. من الشاحنة الأولى كانت محملة بأكثر من 14400 وحدة من مشروبات كحولية على مستوى الحاجز الأمني للمدخل الشمالي لمدينة تجورت، حيث اعتمد السائقان على تزوير وثائق خاصة بإحدى الشركات في حسيم سعود من أجل الإفلات من الحواجز الأمنية. ميكروفون علي محمد زين العابدين. توقيف شاحنتين محملتين بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بحوالي 19560 وحدة من مختلف الأحجام والأنواع، كانت موجهة لإغراق السوق المحلية بهذه المادة. كانت قادمة من ولاية شمالية، ويزعم السائق أنه كان متجه إلى مدينة حسيم سعود في إطار شرعي حسب تصريحاته.